كيف استطاعت هدير التعافي من آثار التنمر وأصبحت صانعة محتوى ناجحة؟ قليل اللي بيحاول يعالج نفسه، منهم البنت الجميلة هدير دي اللي بدأت تشتغل على فكرة إنها تبص لنفسها تاني بنظرة مختلفة. كيف نواجه التنمر والسخرية من الآخرين؟ سر من أسرار النجاح هي الثقة في النفس. ومن القصص الملهمة، دكتورة نهى طلعت عبد القوي تروي لنا كيف أصبحت عضواً بالمجلس القومي لحقوق الإنسان بالرغم من صغر سنها. هو الحقيقة البنت في الأقاليم الاختيارات المتاحة قدامها محدودة. ومن أسئلتكم، ما الإجراء القانوني إذا رفضت شركة خاصة إجازة رعاية الطفل؟ طبعاً من حق أي عاملة إنها تاخد أجازة رعاية الطفل. برنامج حكايات نهاد مع المحامية نهاد أبو القمصان، السبت 18 من فبراير، الساعة 8:30 مساء على القاهرة والناس. أهلا بكم في العاصمة.